حبينا نفرح قلب هالولاد لأنه الحقيقة هدول هنن المستقبل لسوريا. وإن شاء الله هلأ هالأزمة هيك عم تنفرش، نحس حالنا إنه عم نعمل شيء لأطفال سوريا حتى هدول يصيروا رجال المستقبل. وجود الأطفال بمكان واحد من عدة أماكن على سفرة واحدة على مائدة واحدة بالأعياد، فهذا له معنى كتير كبير نفسي واجتماعي وتضامن، وشعور هاي الأطفال أنه هن من هذا المجتمع ومثل كل الناس، وهن مسنودين وهن بالمستقبل كمان ممكن يساندوا غيرهم من الأطفال ومن الكبار. من آلاف السنين أي حرب أنت شوفي، حروب اللي صارت والحمد لله كانت سوريا على طول هي المنتصرة، وهلا حظ المنتصرة بهالجموع هي وبهالأطفال لأنه هدول المستقبل. صح أيتام وصح فقدوا الأم والأب، لكن نحن أمهاتهم ونحن أبهاتهم، إحنا هاي الرسالة عم نوصلها وتصل للعالم كله يعرف سوريا معادلة صعبة لا يمكن حلها. هاي الجمعة اللي مع بعضنا البعض هي اللي عم بتأثبت إنه لكل العالم، رغم يمكن بعض الأطفال فاقدين جزء من عائلتهم أو حدا من أحد عائلتهم، عم بقول نحن ككنيسة هي أم للجميع، بتحضن كل الطوائف وكل الأحباب، وفي هذا العيش الحلو مع بعضنا البعض. ونشكر الله عن جد متفائل بهالسنة أنه فيها شيء حلو. هذا الطفل قسيت على الحياة بزيادة قساوت الحياة، أما ربنا عوض له نتفت مجالات بهذا الشهر الكريم انه يكون فرح، انه يشارك الاخرين بالفرح بالسلام. مثل ما دائما نحن قبل ما لما بنلتقي كل واحد بيقول امنياته عشيه قبل ما ننام، شيء مش معقول اصغر طفل لاكبر حدا موجود بالدار بيقول نتمنى السلام لسوريا. كل عام وانتم بخير، انه يرجع الامان لسوريا، انه نقدر نرجع مثل قبل. الله يحمي سوريا وكل عام انتم بخير. بتمنى انه يرجع السلام لسوريا وترجع البلد مثل ما كانت. ان شاء الله تنبسطوا هاي السنه والسنه الجايه تكون احلى.